الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. احنا النهارده هنناقش موضوع مهم وحصل عليه جدل شديد خلال الايام اللي فاتت، هو موضوع ازدراء الاديان. وطبعا الجدل زاد بعد تأييد حكم حبس الكاتبه فاطمه نعوت. احنا طبعا نحترم القضاء ونجله ولا نعلق على احكامه، لكن احنا هنتكلم على موضوع ازدراء الاديان نفسه، لان الحكم على فاطمه نعوت وقبلها حبس اسلام بحيري اثار حفيظه بعض الناس ومنهم مثقفين كتير اللي شايفين ان هناك ضروره لالغاء قانون ازدراء الاديان، وبقوا بيعتبروه سيفا مسلطا على رقبه كل مثقف او مبدع. على الجانب الاخر في ناس اخرين شايفين انه يجب يكون في حد فاصل بين حريه الابداع وبين احترام وقدسيه الاديان، وانه لازم يبقى في رادع قانوني لمنع المساس بالدين. دول وجهتين نظر مختلفتين. احنا هنطرح موضوعنا للنقاش مع ضيوفنا اللي مشرفين النهارده، الاستاذه الكاتبه الصحفيه فريده النقاش وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع. اهلا بيك يا فندم. والاستاذ عبد الله الرشدي الباحث بالازهر الشريف وامام وخطيب مسجد السيده نفيسه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. خلونا في البدايه قبل ما نبدا حوارنا نشوف التقرير اللي اعده زملائنا في الاعداد عن ازدراء الاديان. أثارت قضايا ازدراء الأديان جدلا واسعا في مصر خلال الشهور الماضية، وخصوصا بعدما أصدر القضاء المصري حكمين خلال شهور معدودة بحبس إعلاميين هما إسلام بحيري وفاطمة نعوت بتهمة ازدراء الأديان. كما تنازل الأزهر الشريف عن دعوى قضائية ضد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم بالتهمة نفسها، وتعرف جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن. ورغم عدم وجود نص لهذه الجريمة في باب مستقل بقانون العقوبات المصرية، لكنها تندرج تحت نصوص مختلفة أبرزها المادة 98 التي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما نصت المادة 176 على أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إذا كان من شأن هذا التحريض وتجدير السلم العام. ومثلما كفلت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرية التعبير عن الرأي، منحت الحق للدول تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه ومراعاة واحترام وتوقير العقائد الدينية.